بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بالكرام اخواننا المهتمين بشؤون زراعه البطيخ الاحمر الرجي الحبحب الدلاع. اهلا وسهلا بحضرتك. في الفيديو ده هو بوريك شويه مناظر كده لو شفتهم عندك، يعني اولا لو شفت الورق دي زي ما هي كده يبقى امورك طيبه والامر عندك كويس جدا، وبيوحي بان يكون عندك محصول ممتاز جدا كما وكيفا. ففي شويه حاجات هوريهم لك كده على السريع، بس كمل معايا للآخر. شوف الكلمتين دول ربما هتلاقيهم ينفعوك، لو ما نفعوكش ممكن تقفل الفيديو حضرتك وإيه وتتوكل على الله تنام زي ما كنت نايم. تمام، أول حاجة ده نقص الكالسيوم يا جماعة اللي احنا شايفينه ده، هو نقص الكالسيوم أو عفن الطرف الزهري كما يحلو للبعض بأن هو يسميه، وعفن الطرف الزهري بيكون في القرعيات بالطريقة دهيا، وده بيكون زي ما مكتوب تحت. هو طبعا الصور جايبها أنا من موقع أجنبي، مكتوب عليها هو الكالسيوم ديفيشنسي يعني نقص الكالسيوم. قدامك هو فتحة الحباية من ورا، وده بسبب نقص الكالسيوم، والمفروض الكالسيوم نبدأ نحط فيه من يعني بداية من الشهر الأول بنبدأ نحط فيه. اللي قدام حضرتك التاني ده نقص عنصر الفوسفور، والفوسفور أساسا عنصر يعني بطيء الحركة في التربة، فعشان كده المفروض حضرتك تحطه أثناء التجهيز علشان ما يحصلش النقص بتاعه. تمام، ده نقص الفوسفور. ده برضو نقص الفوسفور على السمرة، هو كاتب لك فوسفورس ديفيشنسي هو تحت بالانجلش اهو. تمام، ده نقص فوسفور لما تلاقي حبيتين مزدوجتين كده في البطيخ، ده بيكون نقص الفوسفور. زي ما بقول الصور جاية من موقع اجنبي والتصوير ده عندنا. تمام، ده نقص عنصر الفوسفور، عشان كده تحطه حضرتك من الاول. اللي بعد كده ده نقص عنصر الكالسيوم اللي هو الاحتراق حواف الاوراق ده هون، بس لازم تفرق ما بين احتراق حواف الاوراق الناشئ عن نقص عنصر الكالسيوم البوتاسيوم قصدي اسف او كتب لك بوتاسيوم ديفيشنسي اهو نقص البوتاسيوم، ولازم تفرق بين البوتاسيوم وبين نقص وبين الملوحه الزايده. الملوحه الزايده بتدي اعراض برضو تتشابه مع نقص البوتاسيوم. التبرقشات دي يا جماعة زي ما كتب لك تحت هو ماجنيزيوم ديفيشنسي نقص المغنيسيوم، نقص عنصر المغنيسيوم، وده المفروض حضرتك عشان ما يحصلش عندك نقص مغنيسيوم دايما ضيفه مع المتعادل دايما، ولكن ابعد المغنيسيوم دايما عن حاجتين اللي هو عنصر الكالسيوم، وابعده عن الكالسيوم، وابعد برضو المغنيسيوم وانت بتسمد عن حمض الفوسفوريك. تمام، وبعد كده ممكن تضيفه مع ال2020 او النترات النشادر او الحاجات ديت، ما عندك مشكل خالص عشان ما يحصلش عندك نقص. حتى كل اسبوع 3 كيلو للفدان ما عندكش مشكل خالص سلفات مغنيسيوم بداية من الشهر الاول. ده برضو دايما احنا بنقول الكالسيوم دايما يا جماعة بيدخل في الجدر الخلايا، وبالتالي اي شقوق زيديا او اي حاجه ده بيبقى نتيجه نقص العنصر نفسه. تمام، بيعمل لنا المنظر اللي حضرتك شفته ده. ده الاصفرار على الاوراق ده هو قد تكون ورقه خيار، ولكن هو القرعيات كلها واحد في ان هي بتبرز نقص العنصر بالطريقه دي. اللي حضرتك شايفه ده نقص النيتروجين المتمثل فيه، طبعا المصادر بتاعته بتكون نترة النشادر او اليوريا، ممكن تحط دفعتين يوريا في الاول بس ما ننصحش بانها تتحط في الاخر خالص او اثناء يعني بعد الشهر الاول ما ينفعش تحط يوريا اطلاقا عشان برضه بتدخل في تشقيق الثمار. تمام، فتاخد بالك من الحته دي كويس، وممكن تحط طبعا بتشتغل بنترات النشادر، والناس اللي ما عندهاش نترات نشادر بتشتغل بتشتغل خليك مركز معايا ده مغنيسيوم بر بتشتغل بال2020 او سلفات النشادر، ولكن لا نحبذ سلفات النشادر ولا اليوريا في زياده الحراره. ممكن سلفات النشادر نحطها او نبدا بها في بدايه عمر النبات. ده برضو مغنيسيوم اهوت، بنعرض الصور واحنا ماشيين، خلي بالك من اللي مكتوب على الصورة ده هي كلها.
المغنيسيوم طبعا فيه سلفات مغنيسيوم، وفيه وفيه اللي هي النترات المغنيسيوم، وتاخد بالك من المغنيسيوم اللي هو طبعا بيبقى النقص بتاعه بيظهر في نص النبات كده، او يعني قسم النبات تلات تلات، هو التلت اللي في النص دايما تلاقي المغنيسيوم، لا يكون في القمة فوق ولا يكون تحت، لان المغنيسيوم من العناصر المتحركة في النبات، عنصر متحرك في النبات. وخد بال حضرتك، بس انا عايز اقول لحضرتك على حاجتين، في حاجة اسمها النقص الظاهر، نقص العنصر الظاهر اللي هو زي حضرتك ما شايف كده، انك بتشوف المغنيسيوم بالشكل دوت، وانك بتشوف البوتاسيوم بالشكل الحروق او في الاوراق، وانك بتشوف الكالسيوم بالصوره بتاعته دهيت اللي هو الشقوق على الثمار او عفن طرف زهري، ولكن ده بنسموه النقص الظاهر يا جماعه، النقص الظاهر. والنقص الظاهر ده انت بتشوفه بعينك. في حاجه تانيه انا عايزك تاخد بالك منها خالص، وهي بتسمى النقص المستتر. والنقص المستتر ده يعني ايه؟ مستتر يعني ايه؟ يعني محدش شايفه، يعني محدش شايفه، يعني محدش شايفه. يعني ايه محدش شايفه؟ يعني ما يمكنش انك تتعرف عليه الا اذا رحت المعمل. النقص موجود او موجود، ولكنه نقص ايه؟ نقص مستتر، يعني انت ما تشوفوش بعينيك. هو اوريدي موجود في النبات بأي حال من الأحوال، ولكن النبات ما بيظهروش على الأعضاء بتاعته الخارجية. وفي الحالة دي لازم ناخد أوراق، لازم ناخد أوراق ونبدأ نإيه نبدأ ناخدها على المعمل، وإن إن نحللها ونشوف فين المشكلة. ولكن أنت بتحس بيه، بتحس بيه إزاي؟ بتحس بيه حضرتك لما بتلاحظ ان النبات ابتدى يعني ما يبقاش مظبوط، يعني ابتدى يتقزم النبات، الاوراق بتاعته مش مظبوطه، اللون مش مظبوط. فاكيد اي واحد عنده خبره بيحس ان الدنيا مش ماشيه معاه كويس، فبيبدا ياخد عينه ويبدا يشوفها. وفي الحاله دي طبعا بيظهر عندنا ايه اللي بيحصل. يعني بعد كده يا جماعة في نقص بعد كده اللي حضراتكم شايفينه قدامكم ده نقص الكبريت، الاصفرار العام اللي على النبات ده، طبعا هو على الخيار ولكن برضو على كل القرايات بيظهر بالشكل اللي انتم شايفينه ده، هو ده نقص العنصر الكبريت. تمام. والكبريت عشان تريح دماغك منه احنا بنقول دايما يا جماعة حطوا الكبريت في الخدمة، أثناء الخدمة بتاخد الكبريت وتحط الكبريت. تمام. بتحط بمعدل 50 كيلو للفدان، والفدان 4200 متر لغير المصريين، وبتحط 50 كيلو، ياريت يكون كبريت محبب لأنه بيتحلل ببطء. بعد كده بنبدأ ناخد الكبريت ده هوت، وياريت نخلطه مع المادة العضوية، وإن كان في بعض علماء التغذية بيقول لك يستحيل إن يحصل عندنا نقص عنصر الكبريت ونقص عنصر النحاس. وقالوا في الكبريت لأن الجو ملوث، فيه تلوث كتير جدا في الجو، وبالتالي فيه غاز ثاني أكسيد الكبريت، ثاني أكسيد الكبريت، فالنبات بيمتصه وما بيظهرش الأعراض. وإن كان في بعض النباتات بتحتاج الكبريت بكميات عالية زي العيلة الصليبية اللي هي بيسموها الأرنبيط والكرومب والحاجات دي، دي بتحتاج كبريت بكميات كبيرة. تمام. كمان الكبريت برضو بيقولوا ما يظهرش النقص بتاعه، لأن الكبريت من الـ الحاجات اللي هي قصدي النحاس. النحاس بقى مع الكبريت كمان، ان احنا بنستخدم الكبريت كمان في رش ناس بترش كتير كبريت مكروني كمبيض فطري، وكذلك نقص النحاس برضو يقول لك ان صعب يحصل، لان احنا بنستخدم مبيضات فطرية كتير على صورة نحاس بنبدأ نرشه، يعني ده اللي احنا
عايزين نقوله في الفيديو ده هو. وبنشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله جميعا.